السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا غايه وان شاء الله تكونوا ملاح. صح عيدكم ان شاء الله تفوتوها يا رمضان، ان شاء الله تكونوا صليتوا وما دخلتوها شي زعقه، ان شاء الله تكونوا العباده تاعكم مقبوله وان شاء الله يتقبل منا ومنكم من صالح الاعمال. وفيديو تاع اليوم باش نكثر لكم الهضره هو ندير لكم ماي ستوري في رمضان، قصتي في رمضان. على نقصت، على زدت، على قعدت كيما راني، على عاونتني في التريناج، على ضرني في التريناج. المهم تصور قاعد نهضروا اليوم في هذا الفيديو، كنقولوا قعدوا معنا. كما تعرفوا راني تقول ايوب سامشي كل خطره كل عيد دير انت فيديو، زعما دير فلوج. اليوم ماشي نديرو فلوج، اليوم غادي نديرو فيديو شويه بدل ما ضرين نديرهم. غادي نقول لكم شنو صرا لي في هذا رمضان. في البدايه خلينا نبداو على نقصت ولا زدت. هي في البدايه خصنا نهضروا على الصوالح. ايوب نقصت ميسكل ولا نقصت وزن؟ خطا الوزن ماشي اي ميسكل، الوزن كاين الماء، كاين لاغريس، كاين بزاف صوالح راك فاهمني، كاين تكون ضرب تحسين راك فاهمني، تنقص شويه شعر ومني زاق. دروك غادي نهضروا في البدايه على الوزن. الوزن اني نقص 2 كيلو من الفطر لرمضان، كاع رمضان اني نقص 2 كيلو. هذوك 2 كيلو غادي ما يروحوش للميسك، غادي يحدهم يروحوا في صوالح خاطئه كيما الماء كيما الشحم. كان عندي شويه شحم انايا بصح دروك كي تخلص كاع منه. وتقول لي ايوب والسؤال المطروح اللي خصكم كاع تعرفوه، زدت في الميسك ولا نقصت؟ هي زدت شويه في الميسك، معظم اللي زدت زدت طابي، وزدت في شويه في الدورسو وشويه في ليبول. في ليبول كي راه قاعد كيما راه بصح كي زدت راسيته. المهم غادي تشوفوا تصويرتي وانتم حكموا على الطاي تاعي. غادي نخليها هنا وهنا وهنا. المهم كيما شفتوا كاع التصاوير تصورتهم هذو البارح، دروك غادي تشوفوا حاجه واحده وهي كي كنت قبل الفطور قبل رمضان سمحوا لي. وانتوما قارنوا قارنوا زعما قبل الفطور ورمضان شكون اللي خير. هذه هي قبل الفطور قبل رمضان، وهذه مور رمضان. وشوفوا انتوما شكون اللي تساعدكم تجيبوا هاد الفورمه ولا هاد الفورمه. بين الاعلم هذه كل واحد وعنده جينات تاعها راك فاهمني، يعني ماشي بس تجيب كيما فورما تاعي ولا تزيد ولا تنقص. قادر نتايا تنقص ميسكل في رمضان، قادر نتايا تربح فولين في رمضان، بصح انا الكور تاعي يخدم كيما هاكا. دروك السؤال غادي نتلاقاه بزاف في لي كومونتير، ايوب شو البروغرام تاعك وايوب شو كنت تاكل في رمضان؟ الماكله كنت ناكل كيما مداري، كيما راني داير فيديوهات بزاف، كنت ناكل كيما هذاك الفيديو اللي قلتها لكم. وتريناج درت شويه بدلت هاد الخطره، هاد الخطره خدمت على ستاتيك، ما خدمتش على الديناميك بزاف، يعني خدمت على الصوالح كيما فرونت ليفل، بلونش، بلونش ما كثرتش منها بصح فرونت ليفل، هو فيستو، حاجه اللي كيما هكا. ومعظم البروغرام تاعي كلي ندير لو ولا ميديوم ريبس، يعني ما نكثرش ما نديرش هاي، زعما انا حدي نضرب 40 بول اب، نضرب حدي 20 15 12 راك فاهمني، ما نفوتش 20، مستحيل نفوت 20 ولا 15، على خاطر غادي كنفوتها غادي ندخل في الهاي ريبس، والهاي ريبس غادي تخدم شويه الكارديو، في رمضان غادي شويه تعير روحك، راك فاهمني، ومع الماكله ماكش تاكل كاع النهار شويه غبينه، يعني ما ننصحش اي واحد يدير هاد الهاي ريبس كما فهمتكم في الفيديو اللي فاتوا بلي هاي ريبس ماشي مليحه في رمضان. وخرجت لي ان شاء الله كما كنت تشوفوا الريزلت تاعي تاع في رمضان ومر رمضان، يعني تحسنت راك فاهمني. والاستنتاج هو في رمضان اذا كليت مليح ترينت مليح عرفت شنو دير في رمضان وعرفت كي دير تنظم وقت تاعك، يعني تقدر تطلع في رمضان ما تقدش تهود الميزان تاعك. فتقول لي ايوب انت هو 2 كيلو في الميزان تاعك وتقول لي بلي رمضان ما درنيش. كيما قلت لكم ماشي بالسيف تطلع في الميزان، قادر تهود في الميزان بصح تطلع الفورمه اللي كانت. قادر نتايا نقص 2 كيلو تاع الشحم وربحت رطل تاع الميزان، شو خير؟ الشحم شتل به صاحبي، الشحم هذا غادي يتقلك وغادي يضرك في صحتك، هذا مكان راك فاهمني؟ يعني هذيك الرطل تاع الميزان اللي ربحتها في رمضان راه خير كاع من العام تاعك راك تربح الفوليوم تاعك. راك تشوفوا الحكمه تاع ربي كي دايره، يعني درنا رمضان هذيك رمضان تربح شويه قليل كيما يقول لك القليل فيه البركه، يعني قادر تربح رطل تاع ميسكل فهذاك الشهر اللي ما تقدرش تربحها كاع في العام تاعك اللي كنت تريني فيه راك فاهمني. يعني حمد ربي، وان شاء الله كيما قلت لكم في الفيديو تاع الفيديو فوتوها صلات فوتوها عباده ربي، على خاطر كيما قلت لكم رمضان ماشي التريناج والماكله ورقاد، رمضان العباده ربي. يا ربي تقبل منا ومنكم، وان شاء الله
اذا ما خدمتوش في هذا رمضان تخدموا في هذا الفطر اللي راه جاي، على خاطر اولا العباده يمشي في رمضان، عباده في الفطر، عباده في رمضان، عباده في الليل، عباده في الصباح، شوف انت وين باغي تعبد، وان شاء الله يهدينا ويهديكم. كيما نقولوا بيس، نتلاقوا فيديو جاي ان شاء الله، بالك ندير لكم فلوق تاع العيد على كنت راهي حسره اون فورم، ولا ندير لكم بروغرام تاع العيد. مهم فيديو جاي ان شاء الله، نتلاقوا غايه، راني عيان كيما تشوفوا هضره تلف لي. المهم شنقولوا بيس، صحيتكم.